مرحبا، أنا ديما عز الدين، سأكون معكم في فترة أخبار الظهيرة على شاشة التلفزيون العربي. اليوم عربيا سنجول على الملفين الليبي والتونسي سياسيا واليمني ميدانيا، وعالميا الأزمة الأوكرانية لا تزال حاضرة وحاضرة بقوة. اليوم تصريحات جديدة من حلف شمال الأطلسي ورئيس الوزراء البريطاني. الظهيرة الثالثة بتوقيت القدس، الواحدة بتوقيت غرينتش، تابعونا عبر شاشة التلفزيون العربي أو عبر بثنا المباشر عبر اليوتيوب.